أني شاب عراقي، حالي حال هواية شباب يشتغل حتى يعين أهله، وبالشغل أشكال ألوان تصعد وياي بالسيارة، لأن أني شغلتي سايق تاكسي. بس ما يشوفون مني غير بس الضحكة والحكاية الحلوة، لأن أدري حياتهم صعبة، بس أني أخفف عنهم، يعني أني من يصعدون وياي مو أضوجهم لأنه أني مثلا ضايج، لا، أني حتى لو ضايج راح أضحك بوجههم، راح أحكي لهم سالفة حلوة أضحكهم، لأن أقول يجوز اليوم الدنيا مو زينة بس باكر تصير زينة. أني هيجي متفائل، ولو ما هذا التفاؤل أطق وأموت. هواية شباب مثلي تشتغل شغلتين وثلاثة باليوم، بس هم عندهم وقت يقعدون ويدقون دومنا ويا أصدقائهم، ويشوفوهم ويضحكون وياهم ويسمعون أخبارهم. أهم شي عندي أني من أرجع للبيت وألقى الوالدة منتظرتني وتدعيلي، وأروح لغرفتي أقعد أقرأ، لأن بالنهاية شغلة التاكسي مؤقتة، وباشر عقبه أتخرج ويصير الوضع أحسن، وعلى قولة أمي اليوم أحسن من البارحة، وإن شاء الله باشر أحسن من اليوم.